افضل طرق للفلتر، ازاي نفلتر على الداتا واجيب الداتا اللي انا عايزها. بس انا عندي داتا كبيرة، عندي داتا كبيرة ويفضل ان انا ما استخدمش عيني فيها، فان انا اقف على الداتا ومن قائمة هوم اختار سورت اند فلتر واختار فلتر، فيطلع لي الاسهم اللي انتوا شايفينها دي كده. بقى عندي اداة امتلاء الاسهم ده، يبقى الفلتر بتاعي فتح. اقدر اعمل فلتر واشوف كل الاسماء اللي انا عايزها واختار منها الاسم اللي انا عايزه. طيب اقدر اعمل فلتر منين تاني؟ من داتا، واقول له فلتر اون او اوف.